سلمت إدارة مدارس الرصافي النموذجية الثانية في أربيل النتائج النهائية لطلبة المدارس الابتدائية بنسبة نجاح عالية، ليؤكد هؤلاء الطلبة أنهم بنات جيل إصرار، وإصرارهم أن يرفع العلم عاليا وفي كل الميادين. إذن تقريرنا عن هذا الموضوع. لحظة التفوق والنجاح لا تشبهها أي لحظة في الحياة لدى هذه البراعم الصغيرة. سلمت إدارة مدارس الرصاف النموذجية الثانية في أربيل النتائج النهائية لطلبة المرحلة الابتدائية بنسبة نجاح عالية جدا. الحمد لله حققنا نتائج عالية، كانت 91% نسبة النجاح، وأعداد الطلاب رغم الرجوع ورغم تحرير المناطق كان عندي 1083 طالب وطالبة موزعين على 30 شعبة من الأول إلى صف الخامس. حصد هذه النتائج المميزة لم يأتي من فراغ، بالرغم من سنوات التهجير التي ضربت المحافظات المنكوبة لترتفع شهادات النجاح في وجه الموت والدمار. الحمد لله طلعت أولى بفضل جهود معلمتي وجهد أمي وأبويا بالبيت. أنا طلعت أول والفضل للمديرة وفضل سبحان الله الله تعالى، ما هم من نزوح وجيت أدرس هنا. طلعت الأولى على الصف وفضل كلها الإدارة وللماما. أنا طلعت أول وثاني هدية. أنا عبالي حطلع ثالث فضل المؤسسة الخامسة بالثالث. رغم هاي الظروف لكن الحمد لله والشكر لله، يعني أولادنا تفوق وبنتي طلعت الأولى. مساعدة الإدارة والمدرسة المتميزة والمدرسين الأساتذة الأفاضل زين، وكل هاي الشيء ساعد إنه ساعدنا على نجاحهم. ولمن وقف معهم ووصلهم إلى منصات التفوق، فقد كرم منتدى الرصافي كوكبة كبيرة من الهيئات التعليمية عرفانا وتقديرا لما قدموه لهذه الأجيال من تضحيات كبيرة. كانت لمنتدى الرصافي وقفة مع هذه الكوادر الكفوة التي أعطت الكثير من أجل أن تستمر العملية التعليمية. خدمتي أكثر من 30 سنة، فربينا أجيال وتخرجوا متفوقين، وأخذنا ثمرة جهدنا في هذه الأجيال. كانت تربية صحيحة وأخلاق جيدة. الحمد لله والشكر ورب العالمين يشهد علينا، قدمنا اللي نقدر عليه وزيادة إرضاء لرب العالمين وإرضاء لأنفسنا ولطلابنا. بهذه الهمة والروح العالية يؤكد طلبة مدارس الرصاف النموذجية والقائمون عليها أنهم بنات جيل أصر أن يرفع بالعلم راية بلده عاليا. لقناة الفلوجة بشير الحسن.